مستمعي قناة تيفينوس، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مدينه المضيق. عندنا قصه ماساويه بكل المقاييس ديال هذه السيده اللي امامكم متسبعينا. هذه السيده سمح فيها الرجل ديالها هذه 8 سنين ومشاو تزوج مره اخرى ودار ولادو معها وخلاها بوحدها، وهي وحتى الورث ديالها ديال باها ما تعطاولهاش خوتها من باها. والمشكل باش سمح فيها هذا الزوج متسبعينا هنا في المضيق بعد ما تزادت البنيته للاسف خلقت عندها واحد الاعاقه في رجلها مسكينه هذه 8 سنين. يعني تصور انه الزوج مجرد ما شاف البنت ملي خلقت تزادت عندها باقي شهرين ولا 3 شهور وشاف ان ذاك الاعاقه ممكن تطلب فلوس على المدى البعيد وسمح في الزوجه ديالو ومشى بحالاته وخلاها ما مطلقاش. هذا هو الغريب، الغريب في الامر متبين ان هذه الزوجه مسكينه ما مطلقاش وكتعيش الامرين بعد ما كانت كتعاني كذلك مرض القلب، عندها المشكل في القلب والفقر والهشاشه. والسؤال المطروح هي كتقول لك اننا عندنا الورث ديال الاب ديالهم الله يرحمه، عندهم اراضي في منطقه ديال الجبهه باقليم شفشاون، اراضي ديال الجبهه طبعا اللي هي منطقه معروفه يعني منطقه شاطئيه، ولكن للاسف هذه الورثه يعني الاخوان ديالها باها ما بغاوش يعطيوها حقها. تفاصيل صادمه متسبعين غادي نسمعوها على لسان هذه السيده كما قلت اللي عندها اللي عندها طفله كتعاني الاعاقه وسمح فيها الزوج ديالها 8 سنين. تفضل الله احكي لنا شنو اللي كاين. السلام عليكم، انا لطيفه من المضيق. اول مره كنظهر بشوف تي في، فكرت حتى عيد ما لقيتش الحل الا انني نتصل بشوف تي في. فكرت مزيان اكثر من الجهد ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله ما لقيتش الجهد. انا عندي المشكل ديالي عندي بنيته عندها 8 سنين، باها سمح فيا وفيها هذه 8 سنين من اللي خلقت لي مشات تزوج عايش حياته نورمال عادي، ما مسوقش وتزوج ديك الزواج انا اللي ما ثانيه عليه ما موافقه عليه. تزوج يعني عمل نور راسو وتزوج في نفس الظروف اللي انا كنعاني بها مع البنيته من السبيطار الاخر، وانتم عارفين المعاناه ديال السبيطار شنو كيطلب. والمشكل الثاني هو انني كنطلب بخوتي دبا الله يرحمه مات في 94 لهنايا، كنطلب به يعطيني الحق ديالي باش نكون مستقبل بنتي ونشري السكنه لبنتي، لان انا على راسي صبرت حتى عيت ولكن على بنتي ما نقدرش نصبر. صبرت 8 سنين كنقول دابا يهديهم الله ويشوفوا البنيه كتكبر ويشوفوني ما عنديش سكنه يعطوني الحق ديالي باش نكون به ذات لبنتي وحياه البنتي اللي هي عندها 8 سنين. وانا هذه في 2018 طحت في المرض، وحال المرضى اللي صعيبه بزاف بالاعصاب، جاني لوبوس اللي عمل لي المرض في القلب وعانيت، وهذاك السبب اللي كان انا دابا كنعاني كندير الدواء، الا ما درتش الدواء نطيح والدواء كطيح ليا ب 10000 ريال في الشهر، ولا ما درتهاش ما يمكنش، والمصاريف ديال العائله والمعاناه والسكنه وما عنديش غير الله سبحانه وتعالى. باها ما مسوقش كيبلوكيني ما كيتسوق ليش ما كيصيفط ليش ما كيسقسيش كاع عليها. الا فكرت انا نعيط ليه شي نهار باش البنيه ما تحسش بالقلق والحقره كلمه جوج كيسب ولا كيبلوكيني، يعني ما بنتي ماشي على باله فهمتي. عنده 3 العيال والدار وعايشين بخير وعلى خير، والبنيه هنا بوحدها يعني يتيمه وهي باها بالحياه. ودابا البنيه بدات كتعقد لي ما كتنعسش بالليل، كتقول لي ماما واش حنا غنبقاو هكا بلا سكنه، واش غنبقاو ماما هنا هكا في الدار ديال الكره. رغم ما كنت كنقدر نتحرك شويه ملي كانت ثبته وهنا، ولكن مع هاد الظروف ديال كورونا وزدت عليها هاد المرضى كتجيني السخفه مابقيتش نقدر نتحرك. يعني ما يمكن ليش انا نمشي نخدم، ولا خدمت البنت شكون غيحديها لي؟ كنخاف نخليها مع شي جاره ولا شي صاحبتي تعرض لي بنتي للاغتصاب ولا الاختطاف ولا شي حاجه، ونصبح انا ضيعت بنتي. انا كنطالب بحقي اللي خلاه لي با، وكنطلب من المحاميين والمحكمه والقضاء يتدخلوا معايا بشي خيط ابيض يخرجوا لي حقي اللي قسم الله من عند خوتي دبا اللي هما هادي 94 دابا ما بغاوش يعطيوهني، وقفت عليهم وما لقيتهمش، وكيجي العيد الكبير وما كنلقى حتى حد، العيد الصغير ما كنلقى حتى حد، رمضان كندوزو حالة الله. انت عايشه مع الاخت ديالي اللي هي كاريه من عندها، ما كنخسر انا حتى ريال بصراحه، ولكن في نفس الوقت كنشوف الاخت ديالي يعني ضايعه، الا جات هي دمشي تطلق الكرا ولا هي حره يعني انا غنبقى في الشارع. وهي انا كنطالب بخوتي وبهذا المنبر كنقول كنسمح لهمش لا في الدنيا لا في الاخره، لان عذبوني هذه المده كامله، الا كانوا عطوني حقي ما كنتش غنتمحل، ما كنتش غنتعذب، ما كنتش بنتي عاد بقى بلا سكنه، ما كنتش بزاف الحوايج غيوقعوا لبنتي، ما مسوقينش. انا كنطلب بحقي وكنطلب من المحسنين والناس اللي كيعرفوا القانون.
معايا خرجوا لي الحق ديالي باش نشري الدار لبنتي، علاش انا ما عنديش السكنه، وكيقولوا لي سيري ها الارض ها هي وسيري وقفي فيها وما غاديش نعطيوك. وكل واحد مني كنمشي واحد كيهرب لي من هالجهه واحد من هالجهه، يا اخر كيقول ما نعطيش، يا اخر كيقول ما نعطيش، الاخر كيقول ما نعطيش، كيخلوا لي واقفه في الوسط، ما كاينش اللي يهضر معايا، ما كاينش اللي تسوق ليا، ما كاينش اللي يصوني عليا. انا دابا اللي عندي ماشي راسي، بنتي. انا كنفكر بنتي اللي عندها 8 سنين وكتعاني وباقي الظروف، وكنقول الله يحفظ الله يحفظ، الا قدر الله وموت بنتي عاد بقى لا حنين لا رحيم لا سكنه لا مستقبل لا حتى شي حاجه، بقى بنتي ضايعه. انا الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، يعني فين ما كان شي محامي كيسمعني، فين ما كان شي قاضي كيسمعني، وكنوجه نداء لصاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره يبين لي الحق ديالي. انا بغيت الحق ديالي يبان مع خوتي اللي هما ضيعوني شحال من عام، وانا كما كنقولوا مترشه. ودابا بلي عندي بنتي كنقول لهم عطوني حقي، ما بغاوش. ملي كتقول لهم الارض كيقول لك هاد الارض ما تهضرش عليها، هاد الارض ما كايناش، هاد الارض ما تهضرش عليها. وكنمشيو كنتاني كنولي نجي خاويه. وعلى ذلك انا كنطلب النداء من هذا المنبر، الناس يبينوا لي حقي، انا معذبه واحد العذاب. وعكمل عليا الراجل مشى تزوج بلا ما يقولها لي، بلا ما يتشاور معايا، ما مطلقني ما حتى حاجه، مشى 8 سنين مشى تزوج ومشى اسس حياته عادي. حاليم تزوجوا شي مره اخرى ولا كان مصاحب مع شي مره وقع له شي خطا؟ لا تزوج بها من لهنايا في نفس الوقت، انا والده والبنيه مريضه وكنعاني معاها. حتى شفت الخبر مشى قلبت عليه ما لقيتوش، ملي جا شي حد قال لي راه راجلك تزوج دا المره من لهنا وراها في الدار راها حامله. دابا عنده 3 دراري ومستقر معاها ومسوق. لاش ما مسوقش لبنتي؟ انا ما مسوقش مره، ما كايناش في عقله، لا في العيد لا حتى الكلمه زوينه في الراحه ويعيط لها يقول ليها بابا راكي مزيانه ولا، ما كاينش ما كاينش. يسولوا العائله صحاباتي برانيين، الناس كيسولوا على بنتي كي بقات كذا، وهو لا ما مسوقش. ملي كنعيط له كيبلوكيني وصافي. وانا كنطلب منكم تساعدوني، لان انا محتاجه تمس الحاجه للناس اللي كتشوف فيا وكتسمعني. يعني انا كنعرف واحد السيد هنا بلا ما نذكر اسمه الله يجازيه بخير، اللي هو اش غادي نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، كيوقف معايا كيعاوني واحد شويه كهذه، كيبغي لي بنتي كيعاوني عليها، لان حتى هو عنده وليدات ربي خليهم له. ولكن انا كنطلب بالحق، اول حاجه كنطلب بالحق ديالي يعطيوه لي خوتي، وثاني حاجه كنطلب بالراجل اللي تزوج وما قالهاليش وسامح فيا ونسيني شني انا بالنسبه لي له. وهذه شكوني؟ هذه بنتي؟ واش هي ماشي بنته؟ راها بنته ومزوجه بيه على طاعه الله ورسوله، ورغم ذلك ما كيسولش. وانا قلبي عالم به غير الله، حتى عينيا نشفو واخا كنبغي نبكي، كثرت ما بكيت فهاد 8 سنين، عيني نشفو حق لا اله الا الله، الا عيني نشفو. وشكرا بزاف والله يرحم الوالدين. اذا كما سمعتم مستمعي كنشوف تي في، على لسان هاد السيده عندكم بالقصه ديال الماساويه، هاد الزوجه هادي طلقها راجل في طلقها عفوا سمح فيها راجلها مباشره بعد ما ولدت واحد البنيه للاسف عندها اعاقه في رجلها. الزوج سمح فيها هذه 8 سنين وما طلقهاش، وعلى حسب التصريح اللي سمعته على لسانها انها مشى عفوا وزوج بسيده اخرى ودار معها 3 ديال الوليدات وسمح فيها. لا اخبار لا اثار، حتى بنته ما كيسولش فيها لا في العيد لا في رمضان، ما كيفرحها ما والو. متتبعينا ديال هاد السيده اللي امامكم، انهم الاخوان ديالها من الاب ديالها، يعني الورثه عندهم شي قطعه الارض شي اراضي في الجهه ديال الجبهه باقليم الشيرو على مستوى الشاطئ ديال الجبهه، ومنعوها من حقها في الورث. وكتقول لك التخوف ديالها من الحياه والمعاناه انها تموت وتخلي بنتها لا قدر الله ممكن تشرد وكذا، لان خصها حقها ديال ديك الارض باش يمكن تشري شي شقه وتسكن فيها بنتها. متتبعينا نتمنى البيضاء اللي باغيين يديروا الاجر يشوفوا مع هذه السيده هذه الرقم الهاتفي. متتبعينا هو امامكم في الشاشه، نتمنوا بالفعل الايادي البيضاء اللي باغي يدير الاجر يدير يد الله مع هذه السيده هذه. كان معكم معتكف مباشره من المضيق، الى اللقاء في مباشر اخر.